وقد كنت فيما مضى أعتقد أن عندي توقف لما يتعلق بالصور في مثل هذا التلفاز الذي تنقل فيه الصور، صور المحاضرات والندوات، كنت أتحرج من ذلك ولا أرضى بوجود ذلك وقت إلقاء المحاضرة. ثم بدالي أن أخذ ذلك للمصلحة العامة للمسلمين حتى يستفيدوا من الندوة أو المحاضرة التي تلقى في واسطة التلفاز أنها يعم نفعها أكثر، فإذا جاز التصوير للتابعية ونحوها وهي مصلحة فردية وحاجة فردية، فكيف بالحاجات التي يعم نفعها والمصالح التي يعم نفعها؟ هذا مما هو عندي عدم التشديد في منع تصوير الندوات والمحاضرات التي يعم نفعها للمسلمين فيما يلقى من طريق التلفاز ونحوه. هذا هو وجه عدم المنع في هذا وعدم التوقف عنه. وللمسألة مجال آخر من جهة المنع، لكن الأقرب عندي الآن والأظهر عندي أن ما كان يتعلق بمصلحة العامة أعظم وأكبر مما يتعلق بمصلحة الفردية في تابعية ونحوها. نسأل الله للجميع التوفيق. نعم.